السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في الحصة الخامسة من الدورة التكوينية حول المكتبيات أو ما يسمى بموس مايكروسوفت أوفيس سبيسياليس موديول وورد. لأن الحصة إن شاء الله ديال الوورد الحصة الخامسة إن شاء الله. سنحاول إن شاء الله في هذه الحصة إن شاء الله يعني نتفاد لي بروجي بروجي 10 بروجي 11 بروجي 12 بروجي 13. بإشارة أن لي بروجي اللي درنا أفون ممكن شي حوايج اللي درناهم غادي تعاودوا في هاد لي بروجي. ماشي خدينا أربعة ديال لي بروجي كاين دي طاش اللي سون ديجا ريبيتي يعني اللي ديجا درناهم يعني بريسيدامون يعني غادي تجي الأمور يعني واضحة. دونك باغمي لي زوبجيكتيف أنا باش الصوت واضحة الإخوان واضحة أستاذ. دونك هاد الحصة إن شاء الله نحاولوا نشوفوا لي زوبجيكتيف إن شاء الله. Donc le premier objectif, la mise en forme. Je vois la mise en forme, qui est la mise en forme du texte. Ok, qui va s'installer le texte, qui va se mettre en retard l'un, ou non à dire s'installer le texte, ou l'un dire l'eau, qui a été au semiat. L'examen, tu as été au semiat de la ligne. Il y a le star, ou je souligne mon double, ou je souligne mon IP, ou je m'en accorde, ou je dis pas d'affaires, mais à l'une la couleur. L'image cadérique. كيفاش غادي ندخل التصويره كومو انسيري اون ايماج ديجا راه شفناها في لي بروجي بريزيدامون كيفاش ليماج نردها تكون مثلا بحال تصورات شحال هادي يعني نحيد ليها لي كولور نحيد ولا نزيد ليها مثلا ندير لها مثلا الاطار يعني لابوردور ديال ليماج اوسي لي باراغراف الفقرات كيفاش نرقم الفقرات مثلا كيفاش سميتو نغير مثلا الترقيم ديالهم اكسيتيرا. إذا هذا هو بروميي أوبجيكتيف. واش الصوت مسموع الإخوان؟ مسموع مسلم محمد. دوزيام أوبجيكتيف مسموع. دوزيام أوبجيكتيف ترانسفورماسيون دي بيس أون إيماج. دونك كما كتلاحظوا عندي هنا لي بيس جو كتسمو لي بيس هادو. دونك كيفاش غادي نحول هاد لي بيس؟ بغيت أنا نردهم ديز إيماج يعني صور صغيرة يعني دي زيماج كيتسموا لي زيكون لي زيماج اللي هما تري بيتي تري بيتي تيبان هنا. دونك هادو هما بارمي اللي نشوفوا هذا دونك لي بيس هما هادو نحولوهم لي زيماج. ديجا عندي واحد التصويرة بغيت انا نرد هادو يوليو بيتيت ايماج. بيرسوناليز لا كوركسيون اوتوماتيك حتى هادي راه كنحتاجوها يعني لا كوركسيون اوتوماتيك التصحيح يعني اوتوماتيكي. مثلا بغيت مثلا السمية ديالي يعني مثلا ناخذ السميه مثلا نور الدين مثلا كاين اللي كيكتب مثلا نور تيري 6 مثلا الدين مثلا اكسيتيرا. دونك بغيت نكتب اللي كتب مثلا نور الدين هكا الا كتب مثلا نور الدين لاصقه يحولها اوتوماتيكمون نور الدين اللي فيها تيري 6 يعني هذا سي ان اكزومبل اوتوماتيكمون كتكتب اوتوماتيكمون تيحولها الورد في البلاصه اللي نشوفوا هذه كونفيرتير لو طابلو عفوا انا لو تاعنا لو طابلو اون تيكست. ديجا شفنا يعني في لي بروجي لي دازو شفنا كيفاش نحولوا لو تيكست للجول يعني عندي واحد التيكست كيفاش غنحولو للجول يعني بلا ما نسطر الجوال ونكوبي داك لو تيكست ونخفي يعني دونك انا ديجا شفنا هاد الطريقه. دابا العكس كيفاش حولنا للجول نحولوه على شكل نص تحويل جدول على شكل نص لانسيرسيون دو كونتينيو دان دوكم. ديجا حتى شفنا هادي شفت هادي يعني هاد لي بروجي ديجا دي طاش اللي ديجا درناهم افون. كيفاش عندي واحد لو كونتينيو في واحد لو دوكيومون كيفاش ناخذو منه مثلا فتحت مثلا واحد فتحت مثلا لو دوكيومون وعندي ديجا واحد الفقره ولا واحد النص ولا واحد صفحه كاينه في واحد دوكيومون اخر يعني الطريقه اللي هي كلاسيك تاع خصني نفتح داك الدوكيومون نقلب عليه ونسيليكسيون التكست ونكوبي هذا الكل هنا. دونك هاد كاينه طريقه راه ديجا شفناها. دونك هادو هما لي زوبجيكتيف. واش واضحه واضحين الاهداف ديال هاد الحصه الاخوان؟ واش واضحه؟ واضحين استاذ واضح. اذا نتمنى ان شاء الله يعني تكون الاستفاده كما العاده ويكون التفاعل ديالكم ولا كان شي توضيح ولا استفسار ولا شي حاجه ممكن يعني تقيدوه وتسجلوه وكما العاده يعني الطريقه باش كنا كنخدمو. اذا نبداو على بركه الله. دونك غادي ناخدو لو بروجي 10 فوالا. دونك لو بروجي 10 فوالا
Donc, on va prendre les questions. On va prendre le stack à affichage fractionné. Fractionné. On va voir la première tâche. On va voir le document d'IL. Donc la première tâche, donc sélectionnez la première section de texte. Donc c'est bien le combat d'Word là. Je vais bien le fichier Word. Projet 10. Donc la première tâche, je vois la première tâche. Sélectionnez la première section de texte, le collège. Donc sélectionnez la première section de texte. La première section de texte. Donc la première section de texte, le collège, Tevdana, le collège américain of basketball and terminal scope. Voilà, Telana. Donc on a le balade le texte. Donc le texte, voilà, le collège américain of basketball and terminal scope. Voilà. Donc quelqu'un a la première section. Donc on a dans la première section. Pardon. Première section. Donc la première section. Donc la première section. Donc on a pour les sections. Bah je vais nous la finir la première section, on finit la deuxième section pour le document d'IL là. Voilà. Donc la première section finale. Donc pour afficher les sections, on a deux méthodes. Donc la méthode il y a plus simple, il y a la première section. les espaces هما النقاط مثلا الا شفتي النقطه هنا راه كتعني راه اسباس واحد اللي كاين هنا اسباس واحد اللي كاين هذا شفتي هاد بي هنا يعني راه تدار اونطري سي يعني اونطري تدار هنا اونطري يعني باراغراف يعني مثلا ها هو العنوان تدار اونطري هنا ها الفقره هنا فاش كتسالي الفقره دونك من هنا حتى لهنا سي تان باراغراف من هنا حتى لهنا الفقره الفقره الاولى الفقره الثانيه دونك باش تعرفوا لا صالح هذا سميتو والنقاط النقاط هو الاسباس voilà là j'ai un document كامل donc حنا باش نعرفوا شنو هي لا بروميير سيكسيون راح دورا كتكون لا سكايا لا سيكسيون هي لا سيكسيون الاولى هي سو دو سيكسيون هي لا سيكسيون الاولى فين هي حتى نلقاو فين هي لا سيكسيون الثانيه تعال نمشيو ها هي سيكسيون الثانيه هي سيكسيون الثانيه هي سيكسيون الثانيه la section A. Donc, on a les sections. Donc, on a la première section. Il y a la première section. Le texte légal, il y a tel très élevé. Je vois que le Ramz al Ikhwan, le Ramz al P. Donc, le Ramz al P, il y a un peu de temps. Je vois que le Ramz al Ikhwan, il y a un هو تيعطينا تيعلم هو فين تندار اونطري وفين كاينه لا سيكسيون وفين شحال من اسباس درتي مثلا لو كان درت زدت هنا اسباس لاحظوا هنا تعرف شحال من اسباس درت هنا تندير هاد بي كيعطيني شحال من اسباس كل نقطه كتعني اسباس وهاد بي اللي كتبان هنا يعني درت اونطري باش تعرف مثلا فين درت اونطري فين رجعت للسطر فين يعني فاش كترجع للسطر اوتوماتيكي مرور كيعتبرو فقره باراجراف بحال هادي راه يعتبروه فقرة وهذه غادي يعتبرها فقرة من هنا حتى لهنا يعتبرها فقرة ومن هنا حتى لهنا فقرة دونك واش واضح هذا الرمز الاخوان باش صالح واضح استاذ هنا دابا عرفت فين كان لا بروميير سيكسيون هي هذه هي يعني فاش بدات باش تعرف يعني
Donc la première section du texte. Donc le collège talana tal, يعني من الكوليج من هذا هنا حتى لهنا حتى ل 13 ليفي. يعني غادي سيليكسيوني فين هو 13 ليفي. من هنا حتى لهنا. دونك غادي نحاول نسيليكسيوني فوالا سيليكسيوني التكست فوالا حتى لهنا فوالا. دونك راني سيليكسيوني لو تكست شوف شنو عندنا هنا sélectionne le texte et modifie la mise en page pour la mettre sur deux colonnes. يعني خصنا نرجع هذا لو تكست كاين شي مرات ديال تلقى مثلا لي جورنال كتلقى راه تيقسموا على صفحه يعني صفحه واحده تلقى راه كاين واحد التكست واحد التكست هنا اللي كيشد مثلا ماشي هذا لو تكست اللي كيشد من هنا حتى لهنا دونك داكشي قال لنا اون دو كولون يعني نقسمهم على جوج افيك ان اسباسمون دو 0,8 cm. Donc, déjà le texte sélectionné. Voilà. Et on cherche la mise en page. Donc, les mises en page, on dit une colonne. Ce groupe, mise en page, on dit colonne. On a deux colonnes. Donc, fait l'exemple, okay, on a combien de deux colonnes, la trois colonnes, la, etc. Donc, il y en a, à l'âge, on a deux. Et c'est d'ailleurs, c'est entre l'obtenir de l'espacement. 0,8 cm. Donc pour cela, en cliquant sur autre colonne, cliquez à la autre colonne, ben, il y a tous les paramètres les tirs, ça, de la mise en page via des colonnes. Donc en cliquant sur autre colonne, donc on dit, attendez, nombre de colonnes c'est 2, donc on a dit 2. Donc on a dit 2, donc on a à gauche, si vous voulez à gauche ou à droite, etc. Donc on a, c'est, voilà, c'est 3. Donc les termes nana wa deux colonnes, voilà deux colonnes. On a l'espacement, on voit l'espacement légal visuel, 0,8 cm. Donc on a dit 0, 0, 0, 0, on a 8. Voilà. Voilà, on a ces deux colonnes, espacement. Donc on a la largeur, on a gagné la largeur. Voilà qui est la question. Alors, il faut finir le kawad, c'est un peu fini l'examen, donc il t'a comme largeur. مع الاسباسمون تعطيكم 3 كولون ولا 4 كولون دايرين هنا 4 واخا ما كاين دونك هنا عطانا 1 2 3 دونك ممكن هاد ديالنا كانت ممكن تبدل هنا عطاك 3 تاخذ كي كيعطي 3 اوتوماتيكمون تيدير هنا 3 غادي يعطيك هنا لابيرسو هو هذا هو الشكل يعني كلو تيكست لي سيليكسيون غادي يولي بحال هكا دونك كيكون سو اونتري دونك ابليكي او تيكست سيليكسيوني دونك ديجا راه سيليكسيون تيكست اوكي هاو دونك هادي هي النتيجه كتلقاو في لي جورنو يعني كتلقى لو تيكست ولا في البحوث لي زارتيكل ديال الابحاث راه كتلقاو يعني تيستعملوا هذه الطريقه باش يربحوا لي سباسمون ديال الورقه واش واضح هاد لاطاش الاخوان واضح استاذ شكرا ننتقلوا للاطاش 2 دونك سور لا ديرنيير باج Donc la dernière page, je suis la dernière page, sur la dima, je suis où le blasac le mettre sur la page, et je suis la dernière page, mais la dernière page, il y a la dernière page, donc à gauche du titre, étape 3, à gauche du titre. Le titre étape 3 Red Workshop de Boston. Voilà. Déjà là, tu as le sphère de l'autre. On va dire que l'étape 3 est à gauche. Les sardiens. Insérer un saut de page du type habillage du texte. Donc, un saut de page du type habillage du texte. Donc, un saut de page. Donc, on va cliquer à la avant le texte. Voilà. Ou déjà, dans l'anglais, on va dire que le saut, c'est mise en page liste. Mise en page liste, c'est la tâche précédente. Donc, je n'ai pas les colonnes. Je n'ai pas les colonnes. On a encore les sauts de page. Le type légal, c'est le type habillage. Mais si saut de page, de type page, ou bien saut de page, de type colonne,
ou bien sort de page du type habillage du texte, donc on a la réservation de galine. Sort de section, donc un sort de page, sort de section, on a le type séparé de texte qui entoure les objets dans les pages web, le texte d'une légende et le cours de texte. Donc pour séparer, le texte et le texte qui entoure les objets. Donc, elle a dit ma habillage de texte. Donc, quel qu'on soit habillage de texte, voilà, on a déjà appliqué. Donc, ça, c'est la tâche 2. Donc, quoi, je vois, t'as l'écho, l'habillage de texte, le saut de page du type habillage de texte. Donc, la tâche numéro 3. لك ما كان زرب الاخوان الا كان زرب نمشي بشويه دونك على حسب بان لكم واش نمشيو هكا ولا غير كملها استاذ راك مزيان دونك لا تاج 3 دون لا ديرنيغ باج sous le titre pour donc l'autre dernière page on est sur la dernière page ne fais que ma couverture mais la dernière page voilà c'est la dernière page sous sous la dernière page sous le titre la dernière page on est sur la dernière page sous le titre pour aller plus loin pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Sous. Transformer en liste des paragraphes capital Québec. Le Québec. Ligue Can An. Entraîneur de l'équipe de France. Un cadeau. Ce sont des paragraphes. Transformer en liste des paragraphes. Entraîner, voilà, appliquer une puce personnalisée. On a fait un chauffeur qui fait un haulot, les puces, et qu'on se fait en 10 images. Voilà. Donc, pour appliquer, on va sélectionner soit à K, soit à K. C'est la même chose. On va sélectionner, هذا اللي قالوا لنا السطوره هذا الباراغراف كيسموهم لي باراغراف حيت دابا كيعتبروهم هو الباراغراف ملي كترجع للصا واخا تكتب الكلمه كيعتبرها باراغراف دونك ابري نمشيو للاكوي وربما راه كتعرفوا يعني لي بيس فين كاينين هما لي بيس دونك كليكون سور هاد لي بيس هكا اهو دابا الدوم دي بيس هما لي بيس سوا تيري سوا دونك هما لي بيس ولكن هنا قال لنا appliquer une puce personnalisée créée à partir de l'image vérification située dans le dossier objet. Donc ça dans le dossier اللي صيفط لكم راه صيفط لكم هذا الدوسي فيه في لي بروجي فيه واحد الدوسي سميتو اوبجيكت بروجي غتلقاو فيه واحد التصويره كيفاش كتبر هذه او واحد التصويره سميتها فيريفيكاسيون هذه اللي بغيت ندير قال لك انا اللي بغيت خاصها تكون في سميتو كنحاول في هذا دونك خاصها تكون في سميتو في لي بيس يرد هاد النقاط توليو دي بيس دونك باش نطبق هادي دونك كليكي على هاد لا فليش اللي كاينه دونك انا هادو هما لي بيس اللي تنعرفو هادو يعني اللي تنطبقو المطلوب منها هنا هو لي بيس دو تيب ايماج دونك غادي كليكي على ديفينيغ اون بيس خصنا اللي غنعرف لي بيس ابخي ماشي سامبول ماشي بوليس سي ايماج ايماج هي ايماج ا بارتير دو ليماج فيريفيكاسيون بوينت جي بي جي دونك كليكي على ايماج دونك اور كونيكسيون اختارنا اور كونيكسيون نتفاي اور كونيكسيون دونك ا بارتير دو مون اورديناتور Après, on va copier le lien qui est en voir. On va faire le processus méthode objet à l'exigence 5, MOS 2016, Word, donc on a objet, donc à l'image, vérification. Après, on clique sur insérer. Oui, OK. Voilà, il y a. On a des puces, on a les images.
واش واضحه لاطاش يا اخوان؟ استاذ لو ممكن تعاودها عافاك. شكرا. دونك اول حاجه انا نطوا ولا كاين الحركه دونك سيليكسيوني سوا دو سات مانيير سوا دو سات مانيير ابري اون كليكون سور سوا ديريكتومون هنا سوا ديريكتومون هنا نختار واحد لابيس من هادو واحد لابيس دابا نختار واحد لابيس من هادو عاد نرجع عاوتاني وندير ديفينير لحظه باش ديفينيتي راه كاين هنا رجعت ولكن نتوما اول مره غاديش تلقاو هاد التصويره دونك ديفينير اون بيس فوالا يعني نعرف حيت قالك هنا حولها ل دونك ابليكي اون بيس بيغال كري ا بارتير دو ليماج فيريفيكاسيون كي سو تروف دون او بيان سيتيو دون دوسي اوبجي دي بروجي نصيفط لكم هاد الدوسي في كلشي ديفينير اون بيس ايماج سي با ان سامبول سي اون ايماج ايماج كدير هنا طرافايو كونيكسيون كيعطيك هنا واش بغيتي تقلب في الانترنيت بس انا ابارتير دان فيشي باركوري وديريكتومون كتقلب في البيسي عندك دونك لي دوسي كنصيفط لكم واحد الدوسي سميتو سيون 5 فيها فيها واحد الدوسي داخل سميتو اوبجي دي بروجي غتلقى واحد التصويره سميتها فيريفيكاسيون هي اللي غادي ديرها انسيري ودير اوكي فوالا شو واضحه الاخوان استاذ ديك لي طاب ديال ديفينير ماش فين خديتيها بالضبط شكرا خديتها من هنا كي هذا ديفينايا ديفينيا اون بيس هي كتكليكي فوق هنا هنا هاد السهم هي ديفينيا كتبان لي هي ديفينيا اون بيس هي شكرا كتبان الا كان ممكن استاذ تعاود حتى انا ممكن نشوف ماشي ما كيبانش مزيان مرحبا سي عبد الرحمن ياك استاذ هي كان عندي شي ارسيل وما تبعش معكم من البدايه اسمح لي استاذ مرحبا استاذ عبد الرحمن Donc on va sélectionner. Après, soit en cliquant directement là, soit qu'elle clique ici là. Donc elle clique là. Ou elle clique là. Donc elle clique là. Donc elle clique là. 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 Elle بيرسوناليزي انت بغيتي هذوك لي بلوس تردهم تصويره اللي بغيتي ولا الرمز اللي بغيتي دونك ديفينيغ اون بلوس سي با زان زعما ماشي الرمز سي اون ايماج كدير ايماج فين كاين ليماج كاين عندك في البيسي دونك تدير باركورير وغادي يديك الدوسي لي صيفط لكم نتوما تقلبوا فين حطيتو سيسيون 5 فيها اوبجي دي بروجي وفيها هاد التصويره سميتها فيريفيكاسيون اللي غادي تختار ودير انسيري اوكي دابا واضحه الاخوان واضحه شكرا بارك الله فيك الاستاذ محمود دونك واضحه ياك نستمروا لاطاش 4 ابليكي لي في ارتستيك لي في سميتو ارتستيك لي في ارتستيك هذه في ارتستيك سميتو فوتوكوبي فوتوكوبي على ليماج دو لا ديرنيغ باج دونك لا ديرنيغ باج فين هي التصويره فين هي لا ديرنيغ باج هي هذه هي هذه هي التصويره ديال لا ديرنيغ باج نحاولو نصغرو التكست نحاولو نصغرو هذه فوالا هي لا ديرنيغ باج فيها واحد التصويره اون ايماج هي هذه يعني في لا ديرنيغ باج دونك كيما قلت لكم في الحصص السابقه ان اي اوبجي سواء كان ايماج ولا طابلو ولا شي زون دو تيكست ملي كتكليكي فوق منه راه كيعطيك واحد لونغلي ديناميك كتكليكي فوق منها تعطيك ميز اون فاج تو كي كتعرف راه غتمشي دونك في ديك دونك فاش كنكليكي اون سيليكسيون ليماج ابري كنمشيو لا ميز اون فورم عندي هنا ليفي ارتستيك هو ليفي ارتستيك ونقلب على فوتوكوبي دونك انا لحظه كنخلي لها سوري اوكان هذا سميتو مارك هذه اللي بغيت نردها مثلا بحال الى دارت شحال هذه دونك انا سي دونك غادي نكليكي على لي في فوتوكوبي هو فوتوكوبي هو هذا واش بان لكم الاخوان
الو جبان لكم لي في ارتستيك فوتوكوبي ولا بينوس مين او باش مرات كتبغي مثلا ترد السؤال بحال صورتي شحال هادي زمان من زمان كتختار مثلا واحد في هادو تختار بحال صورات شحال هادي فوالا ديزي في هادي بحال هذا مثلا هنا الفوتوكوبي اللي قالينا هو هذا فوتوكوبي كتخلي راسك كتعطى السميه فوالا ربما هاد 13 راه باينه دونك ابارتير دو de long clic mise en forme. Voilà, bien. Donc c'est la tâche 5. Dans la dernière page, changer la couleur des bordures de l'image. Donc changer dans la dernière page, toujours la dernière page. Changer la couleur des bordures de l'image. Il y a des listes sur les bordures, on m'a dit, les haut صندوق لا كولور ديال لا بوردور ديال لا ستار ستار لي هاد الاطار اللي مأطر التصويره قلنا سي كيتسمى بوردور دو ليماج سيليكسيون بلو خصنا نعطيوها بلو هو بلو اكسونتياسيون 1 بلو سومبر 25% هو هذا Voilà, donc accentuation 1. Donc toujours on sélectionne l'image. Rana, c'est la tâche 4 à la tâche 5, on va peut-être sélectionner tout ça. Après mise en forme, on a les bordures, il y a bordure de l'image. Bordure de l'image. La couleur de l'attente, c'est bleu. Faites un fil bleu, on voit bleu, accentuation 1. Bleu, c'est un bleu, accentuation plus clair, 80%. Plus clair 60%, plus clair 40%, plus sombre 25%. Voilà. Je vois très bien, Juan. C'est-à-dire la couleur. Couleur le couleur le fond ou qu'est-ce que le détail le degré de lumière. Plus sombre ou le plus clair. Ça va. Voilà. Je vois très bien. Page 5. واضح استاذ شكرا بزاف واضح استاذ اذا كملنا لو بروجي 10 البروجي 10 سي تيرميني دونك في الاول شفنا في لاطاش الاولى كيفاش نغيروا مثلا هذه لاحظوا بدلنا لو تيكست يعني حاولنا باش يولي في دو كولون باش نربحوا لي سباس باش نربحوا الاوراق ونكتبوا بزاف ديال الكتابه اكسيتيرا يكون يعني يكون في لي جورنال كما قلت لكم كيكون في الابحاث في لي زارتيكل ديال البحوث دونك لا طاج دو سي لا ديرنيير اكوش داك لو تيكست ندير له لو سو دو باج دو تيب ابياج تيكست لا طاج 3 سي كيفاش نبدل مثلا نبدل هادو راه شفناهم نبدلو لي بيس يوليو هنايا او مالو يعني ندير يعني ليماج اللي بغيت انا Voilà. La tâche 4, c'est Tsuera. 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 Quand Tsuera coloré ou quand c'est plutôt. Ou bien l'effet artistique, c'est plutôt photocopie. Voilà. Qu'est-ce que c'est une photocopie? C'est-à-dire, les couleurs, c'est la photocopie. La tâche 5, dans la dernière page, changer la couleur, les bordures. Les bordures de Tsuera, les couleurs. لا كولور لي تعطال لينا هادو حتى في الامتحان تركزو هنا في لا كولور واش بلوس كلير ولا بلوس سومبر كدو تختار ديك النسبه المئويه اللي تعطيك هنا دونك الا كان شي ندخل في هذا البروجي ولا نمرو للبروجي سويفون هادي بون استاذ وي عافاك واش يمكن لك تعاودنا على طاش ان شكرا فاطمه الزهراء طاش ان Donc la tâche 1. Donc
13 a on va sélectionner on va sélectionner بعدا جبتي باش نضو كيما كانوا هنا هي بلوز لي في دونك كما كتلاحظوا هنا في الاول عندنا لو تيكس هكا دونك بدنا نقسمهم على جوج نقسموا لو تيكس على جوج دونك دونك لا لا باش نشوفوا لو تيكس اللي قالنا دونك من لو كوليج امريكان حتى تريز ليفي هذه On va sélectionner le texte, mais le collège américain tel, tel, tel plus élevé. Je vois que tu as mis la sélection. Après mise en page, quand tu as mis en page, tu as une colonne. Donc, il m'a dit, j'ai dit, il y a un espacement, c'est que l'espacement de 0,8 cm. Donc, tu as mis le hauteur. وكدير على جوج كتختار جوج حيت جوج اللي عطانا ليكزام كيعطيكم 3 وكيعطيكم كذا ممكن عطاونا 4 ما كاينش انا 4 ندير انا 4 هنا 4 هيا لحظه هكا هي قسموا على 3 5 6 ولكن قريب فاش كنستعملوا هذا العدد الكبير هذه اللي هو غير كلمه كلمه اوبي 2 ابري ليسباسمون هنا ليسباسمون ديال 2.0.8 0.8 فوالا زيرو في الجو هذيك السطر اللي تيكون هنا شفتو كل ما كنكبر هنا كل ما كان شفتو كل ما كي ها فوالا ولكن كاين هنا زيرو في الجو يعني ها هو اوكي واش واضحه الاخوان الاخ اللي تدخل الاستاذ واضحه استاذ برك اوكي ها هو النتيجه ها زيرو في الجو من هنا حتى هنا زيرو في الجو اوكي الا كان شي تدخل اخر قبل ما نمشيو للبروجي سويفون كده ما كانش مشيو للبروجي سيفون نعم على بركة الله الأستاذ محمد شكرا سي احمد وكان نحاول نزيد هذا وكان ديالنا لاحظوا فاش كتديروا فاش كتعاودوا هاد لي بروجي اللي كنصيفط لكم ما تسجلوش سدوه ما ديروا لو بارونجيستري باش باش ما تسجلوش لي ريبونس يا تسجل ريبونس راه تلقى راه كلشي واجد ديالها اش غدير دونك نيطا انجستري دابا نفتحو مرة أخرى غادي نبقى بحال ما تخدمش لو بروجي 11 بروجي 11 هو هادو فيه لا كوريكسيون اوتوماتيك فيه انا نغير هاد النوع ديال لي بوس ديال الفقرات يكون ابي فيه سميتو فيه داك اللي واحد لواحد البوطون كنستعملو بزاف باش تعرفوها في هاد سوبريمي كيفاش سوبريمي سوبريمي توت لا ميزون فورم نحي لا ميزون فورم تاع اللي كنستعملوها بزاف دونك شي حوايج اللي هما مزيانين غادي نشوفوهم في هاد البروجي لي زاسوس اللي كان نحتاجوهم ولكن ما عرفناش واش كاين بعدا ولا ما كاينينش هذا هو المشكل دونك حنا كنوجهو الامتحان وحنا كناخذو نوطون لي زاسوس فوالا واش كيبان لكم البروجي 11؟ كيبان الشد واضح. فوالا كونفيغور لا فونكسيون لاطاج ان كونفيغور لا فونكسيون كوريكسيون اوتوماتيك افان دو رومبلاسي او في با او في اش. دونك انا الى كتبت او في يضو او في اش اوتوماتيكمون. دونك خصني نكتب مثلا هنا نكتب مثلا هنا في لو دوكيومون مثلا او في ماجيسكول ملي ندير اسباس خصو يحولو اوتوماتيكمون او في اش. دونك هذا هو اللي مطلوب منا مثلا. Voilà, EV, c'est maintenant EV, rien de l'éther en espace marantay, il est le NIS, il est le NIS, il est le KH. Moi je fais d'abord la correction automatique. Maintenant, quel est le SMID de Matalan? Maintenant, le SMID de Matalan, Mohamed. Mohamed, quel est le texte back là? Mohamed, oui. بغيت مثلا محمد تكتب هكا يعني كاين اللي غادي يكتب محمد هكا اوكي اللي غادي يكتب مثلا محمد هكا هذاك دونك بغيت الا بغيت مثلا تكتب هكا هذه واخا كتب هذه
راه غير اون فوا دير بحال هادي يكتب محمل اوتوماتيكمون يظهر الورد هكا. كاين بزاف الامثله pardon كاين بزاف الامثله بحال مثلا pardon بحال مثلا نور الدين مثلا نور الدين كيما قلت لكم في الاول نور الدين مثلا كاين اللي مثلا اللي بغا تكتب سمي اللي بغا يدير لك نور الدين يكتب هكذا نور الدين مثلا الى كتب هذه بغيت تكتبها يرضى اوتوماتيكمون هذه فوالا كتبت مثلا سيتادير سيتادير راه كنكتبوها اوتوماتيكمون تاعها شتو رضى شتو نزل العزه ديالها اوتوماتيكمون راه كاينه في الورد هذه اوتوماتيكمون راه كاينه هاد باش كتبت سيتادير هي un exemple باش تفهم si ta dire que c'est à dire sans dictée parce qu'un dire espace quel domo c'est à dire qu'il y a la c'est mal la correction automatique je fais d'abord les écrans à dire la correction automatique la boucle est à dire les étapes de la bille d'abord باش حنا دابا غير الشرح ديال مازال ما طبقناش شكرا واش دابا بصراحه فهمت دونك او في يبدا او في اش غير واش فهمتي دابا اشنو بغينا نديرو بولا الصراحه اصلا دونك كونفيغوري لا كوريكسيون دونك هنا فوالا تنمشيو لاحظوا دابا راه فاش خصني نكتب او في اسباس يبدا او في اش موقع والو مازال ما درناش لا كونفيغوراسيون دونك بور كونفيغور لا كوركسيون اوتوماتيك لا كوركسيون اوتوماتيك يعني تنمشيو لي باتان خصنا ندخلو لي بارامتر ديال الوورد كامله ما غاديش نلقاهم في هاد لي زونبيس لي بارامتر بحال دخل لي بارامتر ديال التليفون لي بارامتر ديال البي سي ولا لي بارامتر ديال الطابليت دونك خصنا يعني اي دوكيومون كيما فتحنا خصو يعني دونك كليكي سو فيشيي اوبسيون vérification il y a vérification et comme d'abord les points donc on a fichier les options mais les paramètres de Word les paramètres de téléphone vérification on va me chercher là option de correction automatique hein. Option de correction automatique هنا هي كوركسيون اون واش تسجل لكم على لا فينتر الاخوان كوركسيون اوتوماتيك بينا وسط واضحه تبان وسط تبان اش قالنا او في او في ردا تولى تولي او في ا اش يعني اللي كتب او في با او في ا اش رومبلاسي با كوركسيون اون كور دو فراب دونك دابا اش كتكتب كدير اجوتي اجوتي غادي تزاد هنا اجوتي هي تزاد هنا اجوتي ابخي اوكي ونجربو واش فري هادشي دابا صحيح ولا لا نكتبو او في سباس هو كتب هو زاد لي راش واش واضحة يمكن اي واحد يبيرسوناليزي لا كوريكسيون اوتوماتيك ديالو على حساب لي مول اللي كيتستعمل على حساب شي حوايج اللي كيتستعمل واش واضحة واضح أستاذ الله يبارك فيك أستاذ واضح أستاذ دونك غادي نحاولوا نمشيو دونك في ليكزامان ممكن يعطيكم واحد الكلمة هنا تعوضها بواحد الكلمة أخرى مثلا ممكن يعطيكم مثلا لوي ميم دونك هنا لوي ميم مثلا يكتب هكذا اللي كتب لوي ميم يكتب هكذا لوي سويت اكتبها لي ميم اكتبها هكا لو كان قال لنا مثلا هذا الشيء غنمشيو لفيشي اوبسيون فيريفيكاسيون اوبسيون دو كوركسيون اوتوماتيك هنا غادي يقول له لوي ميم اللي كتب لوي ميم هكذا يعاودها هكذا هادي جا راه كاينه هذا هي كاينه هي هادي راه ديجا كاينه قال لوي ميم لاحظوا ديجا راه كاينه دونك انا غادي نحاول نعاد نزيدها ماشي مشكل وي ميم
remplacé. Oui. OK. OK. Ah, dois-je en écrire un lui-même? Il y a lui-même. Ailleurs, je trouve ça automatiquement. Voilà. On l'a dit, il y a le chapeau, mal, donc accent circonflexe, ma tiré 6. C'est un autre exemple. Donc la tâche numéro 2. Avec chapeau, c'est le fin qui est le clavier. Fin rien dit, le clavier. Le chapeau. Bravo. هذا هو الكلافيير. دونك عندكم شابو هنا. دونك شابو اي حرف بغيتي تكتبو اشنو كدير؟ كدير هادي كتبقى اولا هادي هي شابو مكانش في الكلافي واحد لاطوش كاينه فيها شابو كدير شابو عاد دير ا هاي كدرتي ا مثلا ما عرفتش تكتبها بغيتي تكتب مثلا او شابو تطلع بيس واحد لاطوش ديريكت سمو هادي ماشي سيمنتان مو ماشي بلاس نوك لا غير كدير هكا او هكا بي هكا ايغريك يعني الحروف اللي كتكون فيهم هذا باينة ايه باينة بزاف شكرا بزاف الى عندكم دابا فاتحين البيتي ديالكم غتلقى واحد واش كدير هادي ماشي سيمنتان مو ماشي نيت هادي نقطع على هادي في لا غير دير هادي وزي امشي دير الحرف هادي زياد سي بون هادي او احمد وي وبالنسبه هي الاولى حتى تلحق هي هي كتبقى هي الاولى كتبقى الاولى تاع الحرف وي بالنسبه لاستاذ لاكسون غراف اكسون ايغي او ما كاين كاين اكسون غراف جوج وكاين اكسون ايغي في سبعه غراف في سبعه فواد ويغي في جوج او ما هيا 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 كاين في لاتوش 7 اللي فيها 7 الحروف اللي كاين 1 2 3 4 5 6 ميرسي شكرا استاذ وي كان كنا درنا واحد الحصه درناها معنا استاذ سليمان وي كان هضرنا على قال لك كاين واحد ان فيشي بي دي اف قال لك غادي نصيفطو لكم واش نسى الله اعلم على في هاد لي كاركتير سبيسيو داكشي كله ما عرفتش زعما واش ممكن الا قال لك زعما كاين في انترنت ولكن زعما لا بيست واخا وبلا عنده موجود راه الى صافي إذا بغيت فيها السماء كيف نسميهم حنا يمكن يقلبوا على حنا سميتو الاخر ممكن دير لي زاستوس دو ديتيليزاسيون دو كلافيي ولا لي لي راكورسي مثلا واش بغيتي لي راكورسي ولا ممكن تكتب لي راكورسي غير سميتو هاد الكاركتير سبيسيو اللي بغيتي المهم نقلبي انا نحاول سميتو نفكروا سي صلاح الدين وديك الساعه نسيفطوا لكم مرحبا شكرا بارك فيك بارك الله فيك دونك لاطاش على واضحه لاطاش 2 غير ويزي د النيفو لي باراغراف غير ويزي هو تنقص د النيفو نقص بواحد النيفو واحد المستوى فوالا لي باراغراف اي دوزي دون لا ليست les résultats les paragraphes résultants doivent devenir A D sinon on a des paragraphes donc le bas des paragraphes des films A D I dans le nom le bas des paragraphes un paragraphe voilà qui ne fait à 1 juge
هما هادو هما. دونك اون سيليكسيوني دونك قالك انا خصني نقص واحد النيفو فوالا. دونك باش نعرفوا لي النيفو كاين هاد لو نيفو لي غران تيتر مثلا باش نعرفوا لي النيفو تيكون واحد تيكون مثلا اول كبيره بحال هكا باش تعرفوا لي النيفو مثلا اول كبيره كتسمى نيفو 1 pardon نيفو 1 راه ما كنجاوبش دابا هاد السؤال راه كنشوف مثلا من بعد كيجي واحد النيفو 2 مثلا اولا صغيره باش كيجي مثلا واحد النيفو 3 pardon النيفو 1 فوالا كيجي مثلا واحد النيفو 2 النيفو 2 مثلا كبيره مثلا غير باش نوضح لكم لي نيفو على المستوى ديال النيفو 1 اللي هو الكبير هو الكبيره باش نقدر نتسوا فوالا اولا كبيره مثلا ها اولا صغيره اللي تبعها اولا صغيره مثلا بالخضر ها ا مثلا نروح على كولور اخرى وهذا كيتسمى نيفو 1 كيتسمى نيفو 1 ان 1 كيتسمى ان 2 هذا كيتسمى ان 3 تلقيم لي لو غون تيتر لو دوزيام تيتر لو سو تيتر واش باينه راه مازال ما جاوبتش على السؤال غير باش نوضح لكم لي نيفو واش باينين باينه بزاف مثلا نحاول نفهم اللي قالوا لنا هو هادو غادي نحاولوا هادي اي مع هاد لو بارا لي دو باراغراف خصنا نقصوا ليهم النيفو يعني ربما راه كان في واحد النيفو سوبيريور خصنا نقصوا ليهم ونردوا هاد اي اي يوليو ا يعني هادو يوليو ا وهذا يولي بي دونك ا بي دونك pour ça on va sélectionner on va aller sélectionner سميتو باراغراف ديتو باراغراف الطريقه ديال السيكسيا اما لا فان نتاعنا يا اما هنا تاعنا فوالا ديال سيليكسيون ابري كنمشيو ديال جوج لو اكوي بلاصه فين لقينا لي بيس دونك حنا لا ميغطاسيون وكنمشيو ديفيني يا مو ديفيني لو نيفو دو لايس تاعو الى خدينا السيليكسيون تلقاو هنا نيفو 3 نيفو 2 نيفو 1 اش قال لنا غير ويزي لا نيفو نقص بواحد النيفو دابا حنا في نيفو 3 خصنا نطوها نيفو 1 نيفو 2 نيفو 2 كتكليكي وديجا ا بي سي دي هايا غادي يردوهم يرجعوهم يوليو نيفو 2 واش باينه الاخوان واش واضحه هاد لاطاش عاود ليها الاستاذ محمد بعجاله الله يستر عليك واسيليكسيوني حنا درنا لا سيليكسيون ابري كنمشيو لهنا ديجا كتلقى راه ديجا سيليكسيوني هادي كنمشيو لهنا تنبقى موديفي لو نيفو قال لك هنا ريدويزي لو كان مثلا اوغمونتي يعني زيد في النيفو غادي نختارو هذا نيفو 4 ولا نيفو 5 ولا نيفو 6 نيفو 7 ولا ها هي لي نيفو دونك انا قالوا هنا ريدويزي دان نيفو نقص بواحد النيفو حنا في نيفو 3 نقصو غادي يعني غادي نوليو في نيفو 2 ها هي واش واضحه في واضحه الاستاذ محمد 13 3 انكلي لي دو با لي دو ديرني باراغراف لي دو ديرني باراغراف نعم لي دو ديرني باراغراف لا بروميير لين كونتيالمون لي دو ديرني باراغراف لي دو ديرني باراغراف عطاونا السمي ديالهم اييه هادو لي دو ديرني لا بروميير لين هي هادي لا بروميير كونتيالمون هادي هي لو تيكست كيبدا بهذا et qui est en un numéro de 8 chiffres.
Voilà. Hadou les deux derniers paragraphes. Dans la liste numérotée poursuivie la séquence de numérotation existante. Donc on trouve on a juste قراتها انا. خصنا نرقموهم. يولي مثلا 1 2 ولا 3 ولا 1 2 يعني لا نوميراتاسيون على الترقيم انا نوميروتي. Poursuivi la séquence de numérotation existante. Donc déjà quelqu'un c'est يسويفي مثلا عندنا 4 5 خصها تولي هذه 6 وتولي هذه 7 هذا هو المطلوب منا. Poursuivi la numérotation existante. Poursuivi la séquence de numérotation existante. يعني سي ولي تاتيل مثلا 5 يولي هذا 6 يولي هذا 7. دونك انا نستعمل واحد الحاجه اللي هي ربما كانت ما كنعرفوهاش ولا ما يعني تنحاولوا نديروا شي حوايج اللي خاصنا نبحثوا فيهم الوقت ولكن حنا تنعاودوا نضيعوا الوقت فيهم. دونك انا باش نرد هذه الفقره توليو بحال هذه دونك تنستعملوا واحد لو كيسميتو ريبرودوير لا ميز اون فورم. دونك نسيليكسيوني لا الباراغراف بريسيدون عندي هنا في لو جروب اكي تريز اوتيليزي هادي ريبرودوير لا ميز اون فورم هاد الشطابه مثلا. دونك هادو علاش درت انا خصو حيت قال هنا بورسيي لا سيكونس دو نيميراتاسيون اكزيستانت خصها خصي يولي هذا 6 يولي هذا 7 بحال بحال يولي بحال بحال دونك اجي يولي بحال بحال كنكليكي على هاد ريبرودوير لا ميز اون فورم وكتلاحظ الشكل ديال لا سوري تبدل هو الشكل ديال لا سوري كيتبدل دونك وكندوز على هادو بجوج لاحظوا غادي يردوهم كيما بغينا فوالا 6 7 واش واضحه واش واضحه هاد لاطاش مازال واش وي واضحاش الو ممكن تعاود الشات واخا دونك انا شنو هي لاطاش هادي لكن لي دو با لي دو ديرني باراغراف لا بروميير لين كونتيان دونك انا لي ديرني باراغراف خصنا نديرو دو لا ليست نيميروتي يعني قالك هنا عطيهم الترقيم يوليو بحال لي ليست واحد جوج اول كبيره ثاني كبيره ولا ا بي ولا فوالا ولكن هنا poursuivi la séquence de numérotation existante. Donc quand on a donc on a mat يعني ما تداش هذا لا كيسيون راه غتمشي لهنا وتجي لهنا وتختار numérotation اللي بغيتي. ولكن هنا قالك poursuivi هذا هو المشكله شنو المشكل 5 1 2 يلا poursuivi la séquence de numérotation existante. شنو هي poursuivi لا سيكونس ديال المنتج يعني كان هنا 5 تولي هنا 6 7 واش فهمت دابا المشكل و سيليكسيوني دونك باش يعني هذا واش خصو دونك هاد جوج فقط خصو يوليو بحال هاد دونك و سيليكسيوني كتسيليكسيوني هادي كتمشي لاكوي تمشي لا دروب برودوير لا ميز اون فورم ابري كدوز على واحد الشكل اللي كيتبدل كدوز عليهم بجوج واش واضحه الاخوان واش هذيك لاطاش اللي قلتي كدوز عليهم بجوج ما عرفناش كيفاش باش عاود ترجع ديك الثلاثه شكرا واخا نقول هذا اي لاطاش بعدا كتسيليكسيوني كتسيليكسيوني بعدا هادي الفقره اللي قبل ياك ابري كتمشي لاكي كتكليكي على هاد او برودوير هاد لو بوطون ملي كتكي على البوطون كتبدل الشكل ديال لا سوري وكدوز على هاد الفقرات بجوج هادو هادو اللي قالوا لنا لي دو ديال لي باراغراف كدوز عليهم بعدي باش الشطابه وكيرجعوا كيوليو بحال الفقرات السابقه كيوليو هاد الترقيم زي حافظ 5 6 7 واش واضحه
اخواني الا كتسمعوني واش واضحه لا تاش 3 واضحه ولكن تنسليكسيونو بعدا استاذ لا سميتو لو باراغراف افون عاد كنديروا صافي فوالا دونك هنا باش نوضحوا اكثر مثلا كتبت واحد التكست باردون مثلا انا مارضي اما كنجاوبش على السؤال نكتب مثلا مارضي مين غادي ناخذ مثلا هذا غادي نرتج الوسط غادي نلون مثلا الطاي غادي نعطيه واحد لا كولور ونسطر عليه مثلا طاي نختار مثلا واحد لو ستيل نختار واحد لا كولور مثلا نختار واحد واحد للتكست صافي دابا الى بغيت مثلا نرد هذا يولي بحال هذا راك متبع دابا معايا وي استاذ متبع بغيت نرد هذا اون دات دو 11 ديسمبر ما كاينش في لاطاش غير باش نوريكم داك البوطون على الصفحه راه كنستعملها بزاف حيت كتستعمل بزاف النيت هادي بغينا نرد بحال هادي كاين اللي غادي يشري كيشري التكست الطريقه القديمه كيشري التكست ويقول سميتو يكبر ويدير الخط ويدير لا كاتسيليكسيوني هادي لا كاتسيليكسيوني هاد التكست كتمشي لاكي كتمشي كاع على البوطون كدوز على هادي الشطبه بحال مثلا جبنا مثلا واحد الشطبه وخدينا واحد لابانتور ديال واحد الصباغه حمراء وبقينا كندوزو على الحيطه راه تولي سميتو خدينا بانتور اخرى يعني حمراء ولا سميتها ندوزو يعني فاش كنكسيكا اي اي رضا رضا كيما كان شفتو دابا الدور ديال هادي واش دابا الدور ديال هاد لو بوطون كدوز على هادي ولكن خصك تسيليكسيوني حيت جبتي سميتو الشطابو دوزتي على هاد على هاد السلاسل فيه صباغة هادي وكدوز على هاد على هاد على هاد الكتابة اللي كاينة في واحد الحيط أول عطا كيما كانت واش فهمتي دابا صراحة هاد لو بوطون اللي هو برودوي لا ميزون فون وي أستاذ باينة ربما يكون عندك نفس المشكل أنك كان سيليكسيوني دوك لي باراغراف اللي بغينا نقادو فيهم هو المفروض لا سيليكسيوني لا أي شكرا La page 5, la page 4, pardon. Dans la dernière page, supprimer toute la mise en forme appliquée en date. Supprimer la mise en forme appliquée. C'est-à-dire qu'on a besoin de ça. Je suis malade que tu as téléchargé un document sur Internet. وفيه كثرت الالوان فيه كثرت الستار وداكشي بغيتي تحيد كاع داك التسواق كامل وتردو كيما سامبل عاد انت تبقى تقدم مزيان دونك انا هي هادي دونك بغينا هاد التكست نردوه يولي سامبل يولي عادي ما يكون فيه الالوان ما تكونش فيه سميتو يعني نردوه عادي دونك اون فوا سيليكسيوني داك لو دوفال هاد سوبريمي لا ميزون فورم لا ميزون فورم مسح الالوان مسح كلشي يعني مسح داك الزواق كامل Donc on va sélectionner. Après, on va accueillir le groupe police, on va la gomme. Il va effacer toute la mise en forme. Parce que quelqu'un qui efface toute la mise en forme, qui est le texte simple, voilà. Qui est le simple, qui est la taille 11, ou le calibré, ou la taille très simple. Je vois ça. نعود دونك سوبريمي ولي افاسي و سيليكسيوني ابري اكي غروب بوليس كنكليك على هادي كيتحيد كلشي واش واضحه واضحه استاذ واضحه دابا كنستعملو بزاف شي ماركات كيما قلت لكم كتيجي واحد لو دوكيومون ولا كتصيفط لك شي واحد لو دوكيومون فيه كثر الزوار كثر الالوان كثر سميتو كتسيليكسيوني التكست كامل كتسيليكسيوني كلشي لو دوكيومون كامل حضو الا بغينا نطبقو على هادي كنسيليكسيوني لو دوكيومون كامل
وكنديروا هادي وكلشي غيبطو سامبل شتو كلشي سامبل هاهي كلشي سامبل فوالا خلي نحاول نربطو الأسئلة أطر 5 دون لا ديرنيغ باج لا ديرنيغ باج ديما خدام لا ديرنيغ باج ميتي لو تيكست كالندري اي بروغراماسيون انيال هنا هي كالندري اي بروغراماسيون انيال هاي هادي وسيليكسيوني en gras de la veine à la maison forme les canaux en gras il y a G les canaux accueillent grand police en gras appliquer le même entrée de soulignement IP voilà à un gras alors d'un en gras appliquer entrée transstralé voilà qui n'a transmission un soulignement entrée soulignement smito IP IP soulignement IP c'est bon IP bleu la couleur dit le bleu la couleur dit le bleu imiter la taille de police à 14 donc si on a deux en gras il est en gras le train stralé واحد soulignement smito IP bleu transmettre nom de star IP c'est numéro IP bleu zéro la taille de 14 on va essayer de tourner n'importe quel endroit pardon à quel fil ou la cadi voilà donc on va sélectionner le texte comme ça راه لا طاش راه سي سامبل يعني ماشي لا طاش لي هي فوالا ابري غرا سي بور لي سينيمون عندي هنا لو سينيمون هنا ماشي هنا غادي كي كيتعاود يعطيك سينيمون اللي هي ماشي 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 هاد السينيمون اللي كاين كليك هنا ابري كتحط لا سوري ديالك هادي سولينيي سولي دوبل سولينيي سينيمون اي بي soulignement en pointillé. L'exemple qu'on a fait comme souligné en pointillé, souligné point tiré, souligné point point tiré et souligné ondulé. L'exemple maintenant, on va souligner mon IP. Finalement, IP, voilà, on va souligner mon IP. Après, quand j'ai obtenu, je vais faire la couleur. Il y a la couleur, les voies bleues. Bleu, finir au bleu. Au bleu. Bleu clair, au bleu. Au bleu. Pour la taille 11, 14, 14, 14, 14, la taille 14. Au chez Wadha, la taille 5. Wadha. Donc, tout le monde a un assimilé de la star. C'est un exemple qui est un peu comme un soulignement pointillé. Voilà. pointillé. Donc quand tu fais une route pointillée, tu fais des pointillés. Donc quand tu te lèves, tu te rappelles quand tu places celui qui a fait que les infobules, des informations, les infobules qui a fait ce média, bien signé. Donc c'est la tâche, c'est le groupe. Voilà, c'est le projet. Enfin, le projet 11, c'est terminé. Je l'ai fait la correction automatique. Voilà. Je sais que ma brise matin, ma directive, c'est lui-même qui a le taca, lui-même. كيفاش نردو نغيرو نقصو في النيفو في المستويات يعني عند لي باراغرافي اي اي نردوهم ا بي ونقصو ليهم لا طاش ترواسي هاد الفقرات يعني نستعمل هاد لا ميزون فورم او الشطابه يعني لا صح التعبير اللي كتستعمل بزاف الشطابه راه بزاف كتستعمل بزاف شي مرات كتكتب واحد التيكس ولا واحد الفقره وتزوقو مزيان وتقادو مزيان لا طاي وتعجبك داك الستيل ولكن بغيتي تطبقوا على واحد الفقره اخرى يعني كاين اللي كيعاود يكتب ويكبر الكتابه ويصغر ويختار الالوان بالضبط ويبقى يتكرفس يعني اظن انه كاين هذا لوتي اللي هو تري يوتيليزي
وكان بحال هاد الشطابه ديال الصباغه راجعه حتى ليكم بهذه الطريقه، كدوز يعني على واحد الصل فيه صباغه حمراء وكدوز على الحيط يولي احمر. كانت الصباغه زرقاء كدوز تاخذ الشطابه وكدوز هذيك يعني سي كتسمى برودوي لا ميزون فورم. لا طاش كاتر سي كيفاش نحيد لا ميزون فورم مثلا هاد الكالندري نحيدو هاد الزواغ كامل كتمشي هنا تدير هنا ايفاسي ويرطو سامبل فوالا. نطاش سايك سي لو تريك كيفاش نسطر على 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 الكتابه كاين انا تستار اون غراكسي تاع لي كولور فوالا. دن الا ما كاينش شي تدخل نمشيو للبروجي اوديز اخوان اخواني الا كتسمعوني شكرا السي محمد. واخا ندوزو للبروجي الاخر كان البروجي دوز البروجي دوز ولا نفس الطريقه نحاولوا نديروا نمشيو للاسئله اول اسئله ونمشيو للافيشاج فاكسيوني ونصغروا هذه زين هكا انا Donc, le projet fait appliquer le style, le jeu du style, c'est informel, la tâche 2. La tâche 2 fait le style, c'est-à-dire le document, le style, la maison. Je ne sais pas si vous avez le style, 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 vous avez le jeu du style, vous avez le style, vous avez informel. Voilà, au document, كامل. Donc, كيما تكتب واحد لو دوكيمون ديالك تري سامبل لا تاي سامبل كلشي سامبل ولكن عوض كل عنوان لو كل فقره تسوقها وتقادها اكسيتاز تحاول تطبق على كلشي على لو دوكيمون كامل. لا تاج دو لانتيير ليني راه ديجا شفناها يعني لانتيير ليني هذه لانتيير ليني فوالا لو ستيل لو ستيل لو جو دو ستيل pardon je dis style au document. Page 2 c'est dans la partie centrale l'interligne donc l'espace le فراغ اللي تيكون بين السطور اللي كتسمى الانترليني. هنا الانترليني اللي عطاونا هو هذا هو اسباس اكزاكتومون 14 بوين 14 بوين. هذا لو دوكيمون سي انفورميل. La tâche 3, c'est dans la partie droite de la page sous la photo. Hadi chfna hayad, kifash n'insérer واحد le contenu ديال le texte, ديال le fichier chfna. Yani عندي واحد le fichier fi واحد le texte, kifash ndkhlo hna bla ma nftchou w nkopi w nkou hadi chfna hadi. La tâche 4, dans la dernière page au-dessus du titre les rivières, bon insérer hadi dara sahla, kdkhl tsawira. Ghir taraf blasa min la dkhla. Voilà. دونك واش واضح لي طاش الاخوان راه غير دوزتهم باش تكون عندكم واحد لي في جينيرال على هاد لي طاش. وي واضح فوالا نكون جاوا على بركه سيدي. دونك كما كتلاحظوا عندي لو دوكيمون فيه لا كولور ستيل ديال هاد لو تيتر هكذا فيه العناوين فيه لو تيكست ايتيرا عوض كل عنوان ولا كل فقره نبقى نسيكشنيها ونطبق لها كولور ونصير. دونك هنا كاين عندنا واحد الميثود اخرى اللي هي لو جو دي ستيل انفورميل يعني لو جو دي ستيل على لو دوكيومون كامل. دونك سي با لا سيليكسيون بلا ما سيليكسيوني كنمشيو ديريكتومون سيليكسيون فوالا ميزون باج نو ميزون سي لا كونسيبسيون عفوا كونسيبسيون اش كاينه لونغ دي كونسيبسيون. عندي لو ستيل هي لو ستيل لي ستيل اللي عندي هنا لاحظوا هنا واش بغيتي مثلا يولي بحال هكا واش بغيتي يولي بحال هكا الدوكيمون كان كيتغير اوتوماتيكمون فوالا. دونك فوالا هاد ستيل ليني ديستانك فوالا هذا كيتغير كلشي الدوكيمون كامل يعني واحد هادو كيتسمى بحال قلتي جمعتي فيه كلشي لو ستيل فيه الكولور فيه لا طاي فيه كلشي على الدوكيمون كامل يولي نورماليزي فوالا. دونك انا لو تيب اللي عندنا سي انفورميل هو هذا كتكليك منه او تطبق على الدوكيمون كامل. واش واضح الاخوان قلت له تيم
واش بلا ما سيليكسيوني استاذ ياك؟ لا بلا ما سيليكسيوني كتسمو لي تيم. اوكي ميرسي. لا ميزون فورم ديال لو دوكيمون كامل. تلاحظوا نتوما في ليكزام يعني تيما تنعطيكم ايشات يعني مثلا ممكن يعطيكم في ليكزام مثلا هذا النوع ديال البيتيت مثلا سميتو مثلا بازيك ولا نواري بلون. لاحظوا نواري بلون هي فوالا كنا عطانا سي فورميل ان فورميل ان فورميل واش واضحه با سيليكسيون واضح استاذ واضح. دونك لا طاش نيميرو 2 ديال الانترلين دونك او با دو لا بروميير باج او با دو لا بروميير يا لا بروميير باج او با تحت ديالها paramétrer de la partie centrale, c'est-à-dire paramétrer l'interligne de nom de la société, et nom de la société, adresse, code postal, ville. Là, تيبان لي سيت ان طابلو يعني واحد الجولانه باش سيليكسيوني الا كليكيتي هنا راه ماشي تيليكوم كنمشي لهنا حتى لهنا فوريسي سيليكسيون برا هنا تيبان لي سيستم واش كليكي سيليكسيون ثلاثه اليوم ابري كنمشيو للاكوي الغروب باراغراف دونك عندنا انت لي نيوادو دونك هنا ماشي 1.5 ماشي دونك انا سي نمشيو لوبسيون دانتيرليني وغادي نمشي لانتيرليني هنا انتيرليني يا انتيرليني لاحظوا اكزاكتومون كنختار اكزاكتومون رجع شفنا هادي رجع شفنا دوبل اكزاكتومون اشحال 14 كنت كتبنا 14 كدير اونتري فوالا هو شحال ورا تغيرت واش واضحه الاخوان On va sélectionner. فوالا لو كان مثلا 1.5 غير 1.5 نيت من هنا جوج ثلاثة واحد واحد ستة ولكن هنا قالك هنا اكزاكتومون ا 14 دونك هنا كتسي اوبسيون لانتيرلين كتمشي لهنا لانتيرلين كدير هنا اكزاكتومون بالضبط شحال بالضبط كدير هنا 14 كدير هنا 14 وكنرجعو 14 واش واضحة Donc toujours sélectionner option d'intérêt exactement. Alors on peut être comme l'examen maintenant, par exemple comme ça, double, au moins, ou là exactement, la multiple. Alors, il y a un truc qui est dans l'intérêt. Exactement, il y en a 14. On sait de l'article facile. On sait de l'article facile, par exemple, 14,5. le point rendu le point ou le facile à mettre le facile à mettre le facile à mettre le facile à un point d'interrogation c'est qu'à bâche t'en a maintenant il a dit par exemple ici il y en a 14,5 par exemple 12,1 point pardon moins le point وقبلها دونك بوان وي لا نجربو الفصيله نجربو الفصيله سي عبد الرحمن ياك انت لا سي حسين ما قبلهاش ما قبلهاش دونك مقتلتي يقبل مقتلتي يقبل دونك شكرا سي عبد الرحمن على هذا الملاحظه بعدا بوان
عطيوه على البوان اوكي دونك بوليسي قبل ماشي الفرنسي ها هي جربتها اكزاكتومون 14 صافي شكرا استاذ بزاف قبل تسمعوا لها انتيرلي تعرفوا فين كاين انتيرلي اسباسمون بين الصوره 13 3 هذه راه شفناها هي دونك سي 13 3 ان دون لا دون لا بارتي دو لا ديرنيغ باج بارتي دو لا ديرنيغ باج سو لا فوتو تحتنا تحت التصويره هاد التصويره هاد لا ديرنيغ باج هي هادي لا بارتي دروات هي هادي سو لا با سو لا فوتو تحت التصويره هنا انسيري لو كونتينيو دو فيشي ليست دي ريفيير بوين اوديتي راه ديجا شفنا هاد الطريقه يعني ديجا عندي واحد الفيشي راه صيفطو ليكم انا واحد الدوسي سميتو هادو فيهم لي دي بروجي فيهم واحد الدوسي سميتو اوبجي دي بروجي في واحد الفيشي سميتو ليست هي ليست دي ريفيير هادي الا فتحنا هذا باش غنلقاو فيه نلقاو فيه هادي فوالا نلقاو فيه هاد التكست طريقه تخلي غادي نشوفو انت ديتا تكتيليكسيوني وتكوبي عاوتاني وتفتح فوالا دونك انا بغينا هاد التكست يدخل هو لهنا وياخذ ويحطو هنا واش فهمتي دابا راه ديال شفنا هاد لاطاج واش فهمتي دابا هاد لاطاج كي دايره المول مطلوب منا بغينا الفيشي ياخذو هو ويحطو هنا واش واضحه لا ممكن نوصل تعاودي لا ممكن توضح اكثر شكرا دونك عندنا واحد لو تيكست فواحد الفيشي عندنا واحد لو تيكست عندنا واحد لو تيكست هنا هادو تيكست فهاد الفيشي هادو التيكست اللي كان في هاد الفيشي بغينا يحطوه هنا هادشي اللي بغينا نديرو دابا بلا ما نفتحو داك الفيشي ونكوبي ونكولي واش واضحه واضحه واش دونك تنخلي لو كورسور ديال لاسوي انسيرسيون لو كوب تيكست كنكليك على لو بوطون كاين هنا تيكست ديال الفيشي جيب لي التكست ديال واحد الفيشي وحطوه هنا التكست ديال الفيشي وبيان سور غادي يقلب لينا على اللي كاين الفيشي وكنحاول ندير هاد الكوبي هنا ماشي ديني ديريكتومون له بصي اول دليل هنا ليست دي ريفيير وندير هنا انسيري غادي نخوي على التكست شفتو نعاود كليك هنا او با دو لا فوتو سو لا فوتو بيان سو لا فوتو تحت التصويره انسيرسيون نغروب تكست عندي واحد لو بوتي بوطون على شكل فيليتر كان كيمشي هنا كان كيف هاد لا فليش ماشي اوبجي سي تكست دو فيشي تكست دو فيشي و تنقلب الدوسي اللي صيفط ليكم فيه اوبجي دي بروجي وفيه هاد ليست دي ريفيير وغادي نكليكي على انسيري وغادي ياخذ هو لو تكست اللي فيه واش واضحه واش واضحه الاخوان واضحه السات شكرا السات انت هنا كنمشيو لزون دو تيكست واش من ديك اللي كليك تعاود واخا مرحبا دونك انا تنمشيو لهنا ما تنمشيش من هنا باش بعد دونك نمشيو لا سيكسيون ماشي لا زون دو تيكست لا هنا فهاد لو بوطون اللي شكل الفيليتر كتكليكي في هاد هنا وكتبقى التكست هنا في شي وكتقلب في الدوسي اللي صيفط لكم سميتو اوبجي دي بروجي وقلب على ليست دي ريفيير هو ليست دي ريفيير اللي عطانا ليست دي ريفيير دير انسيري وجاب لنا التكست بلا ما تحمق راسك تفتحو وتكوبي وتكولي ها هو وخدا هو لو تكست وحطو سي بون مزيان مزيان دونك لاطاش 4 لاطاش 4 دو لا ديرنيغ باج في لا ديرنيغ باج اللي تعني
Au-dessus du titre, les rivières font partie des zones humides. Il y a des rivières. Voilà. Ouais. Au-dessus. Au-dessus, il y a le faux fort. Au-dessus du titre, insérer les photos. Il y a des photos. Déjà, je suis là, qui va se mettre à l'autre. فضلكم كيفاش ندخلوا التصويره شي واحد يعطينا الطريقه يقولنا الطريقه كومو انسير اون ايماج غالبا غادي نمشيو نيت الانسيرسيون ايماج 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 ونقلبوا على الدوسي الدوسي اللي درنا فيه سميتها اوبجيكت بروجي راه كان كاين في اوبجيكت بروجي سميت التصويره سي بيان في Bien sûr, il y a un série. Elle est très bien. Elle est très bien. Donc, on a la dernière tâche. Au-dessus, واو هو المهم هو فين هو لا اوديسو هي اوديسو لو كان قال لنا اوديسو يعني لتحت انا افون لا ابري ولكن تحت منه فوق منه اوديسو هنا قلت له قال لي جاي هذا البلاصه خاويه بوجدو هذا انسيرسيون ايماج دوسي اللي صيفط لك فيها بيان في انسيري واضحه واضحه بزاف دونك واش لي طاش واضحين ما كاينش شي تدخل ما كاينش سميتو نمشيو للديرني بروجي ربما كيبان لي طاش ديال البروجي دوز باينه واضحه الا كاين شي ما نوضحو نوضحو صافي البروجي دوز هو الخاوسان باقي لو 13 باقي لو واش واضحة الإخوان نمشيو لو بروجي سويفون ويا لو ديرني بروجي واخا نمشيو أستاذ باش نربحو شوية الوقت أستاذ عندنا شوية الخدمة أستاذ مرحبا فوالا لو بروجي هو هذا بروجي 13 ديرني بروجي نفس الشيء أبليكي لو ستيل إليفي نشوفو لو ستيل هذا رجع شفنا واحد البروجي في هذا لو ستيل إليفي سميتو إليفي فوالا روبريك لي بوا لا لا فوالا ديال لو هادي مع هادي فوالا داتاج دو كونفيرت ايسي كيفاش نحولو جدول نحولو الجدول على شكل نص سيباري بار ليطا دو لاسيون Attache 3, on passe, je sélectionne la phrase. Oh, il y a dit, ben, qui va je râler. Il y a dit, واحد le jumla, حيده من هنا, on va le mettre là, non. Voilà, il y a une liste là, mais, elle est très très importante, mais, son, la mise en forme. Déplacer, il y a une haoula, déplacer là. Attache 4, configurer, on passe 2, on va modifier les couleurs du smart. Smart art en couleur couleur vive et voilà donc le voilà de la couleur donc le voilà des styles style effet moyen je vais les comme les tâches la première tâche il y a le style le voilà style élevé la deuxième tâche nous avons le jadwal à la chaque nas tu as jadwal à chaque nas trois era bainat تحيد هذا لو تيكست وترد على البلاد البلاصه ولا تحيدو راه باينه وهنا السمارت دوك الدياغرام ديك الخطه دوك الدياغرام نبدل ليها الكولون نبدل ليها الفي باش باين لنا الاخوان لي طاش بربعه واضحين الصوت نبداو Voilà, on dirait
ندير افيشاج عفوا افيشاج فاكسيوني هي هادي دونك ابليكي لو ستيل اليفي ابليكي لو ستيل اليفي او روبريك لي بروميير اديسيون اون باج 1 لا باج 1 فيها هاد لو تيكست بروميير اديسيون اي ان كونسيبت بروش لا باج 2 لا باج 2 باش نديرو لا طاش نطبقوا عليهم هذا لو ستيل بجوج بجوج ماشي يعني كان اللي غادي يطبق مثلا غادي سيليكسيوني هذا ويطبق عليه هذا لو ستيل وعاوتاني يمشي لهادي ويطبق هذا لو ستيل دونك باش نطبقوا عليهم بجوج خصنا سيليكسيون بجوج واش باينه هادي هنا لو روبريك غنطبق على هادي غنطبق على لو ميم ستيل نطبق على لو ميم ستيل سيليكسيون بجوج باينة باش ما نضيعش الوقت ما سيليكسيوني فوالا ابخي غادي نطلع على توش كونترول كونترول هادي يعني. كونترول هادي ولا هادي بحال بحال ملي كان سيليكسيوني باردون ديجا سيليكسيوني التكست فوالا ابخي تنهبط حتى لهنا تنهبط عاد نكليك على لا توش كونترول و سيليكسيوني هادي راه حطو راه ديجا سيليكسيوني بجوج هاهي غادي نعاود لا سيليكسيون ديجا قال لي تكتب دونك غادي سيليكسيوني هادي فوالا ونمشي مكان ونمشي حتى لهنا تلقى هاد لافاس عاد تنطلع على لا توش كونترول بالكلافي وكان سيليكسيوني هادي صافي وكنحيد كونترول وكتلقاو راه ديجا سيليكسيوني بجوج واش مفهوم هاد لا سيليكسيون بعدا اخوان نبدا نعاود نفهمو جديد فوالا هاي سيليكسيون بجوج وكنقلب على لو ستيل لو ستيل نلقاه في اكوي ها هو ستيل لي ستيل هاهي لي ستيل وكنقلب على اليفي كاين كاين هذا كاين اكسونتياسيون ليجير كاين اكسونتياسيون كاين اكسونتياسيون انتونس ها هو اليفي هو هذا ها هو اليفي ها هو طبقو بجوج واش واضحة لي ستيل راه كاين في اكوي لاحظوا السمي ديال الستيل اللي عطاكم وسيتاسيون واش هادي واش هادي واش دونك على حسب الستيل اللي تعطى لكم هنا هنا اليفي اللي تعطى لنا واش واضحه يمكن ندير استاذ لو ستيل على واحد لو تيت الاول ونعاود ندير يمكن روبروندغ لا ميزون فورم ممكن فوالا هادي اللي بغيت نيت نشوف واش ديت ديك الشطاب ولا ما شديتهاش تاع سي عبد الرحمن غير سي عبد الرحمن يشد الشطاب صافي ياك سي عبد الرحمن و فونت على ميزون فورم فوالا نحاولو نديروها ياك سي عبد الرحمن و سيليكسيوني نشوفوا الطريقه يعني وي نعم وي الصوت ديالك ما كنسمعش الصوت ديالك ما كنسمعش والله كيسمعش الصوت ديالك استاذ احمد نعم استاذ ماشي انا وقيلا استاذ راه شي واحد اخر اللي كيطلب يمكن وي عفوا دونك هو برودوير لا ميزون فون ايوا الاصوات كتشابه
وغادي نديرو الطريقه ديال هادي دونك تنختارو البرومي تيتر اللي كاين هنا ايليفي بعد كنكليك على الشطابه او ندوز على هذا الطريقه اللي بغيت لكم نتوما داينا ونبغي نطبق ستيل على جوج اليوم دونك لا دوزيام لا طاش سويفونت دوزيام طاش هادي اون طاج 1 لا طاج 1 هي هادي لا طاج 1 لا طاج 1 كونفيرتيسي لو طابلو اون تكست حولوا هاد الجدول على شكل نص هذا ديجا شفنا كيفاش نحولوا لو تكست اون طابلو دابا العكس دونك وا سيليكسيوني لاحظوا لا سيليكسيون ديال الجدول بهذا لو بوطون اللي كتكون على اليسار الا كاين الجدول اون فرونسي وكتكون على اليمين الا كان الجدول اون عربي دونك هنا اون فرونسي تلقاو هاد لو تيست دونك وا سيليكسيوني لو طابلو فوالا ابري عندي هاد لي بوطون كرياسيون هاد لي زونك لي كرياسيون مع لي زون باج دونك تمشي لي زون باج لو جروب دوني هنا كونفيرتير اون تكست نعاود كليك على برا و سيليكسيوني لو طابلو كيما صا تتبان هاد لي زونغلي جوج كرياسيون دي زون باج سيليكسيون لي زون باج بي جروب دوني اي كونفيرتير اون تكست كونفيرتير اون تكست نقول لنا تما كتابولاسيون غادي نختار تابولاسيون هنا كان قال لنا بوان فيغول نختار بوان فيغول كان قال مارك دي باراغراف نختار مارك دي باراغراف كان مثلا اوتر دو بوان ولا اكسيتيرا نختار هنا ندير دو بوان ولا بوان فيغول ولا فيغول عفوا مثلا تابولاسيون ابخي اوكي هاهو هاهو تحول على شكل نص واش واضحة الاخوان تحويل الجدول الى نص عندك الجدول تحول على شكل نص واضحه دونك لاطاش نيميرو 3 لاطاش نيميرو 3 لاطاش نيميرو 3 اون باج 2 فين هي لاطاج 2 لاطاج 1 هي هادي هاي لاطاج 2 اون باج 2 sélectionne la phrase, il est désormais connu, des liaisons très courtes, il est placé là après le texte dont il porte officiellement le nom depuis 2011. Donc, c'est que le texte, il est désormais, on sélectionnera, on copie le texte, le balai là, pour rechercher. Le balai à l'examen, il me tient presque le balai, il est désormais, il est désormais, هي راه عطاك لاطاج ولكن فين هي فين هي ديزون بغيتي تقلب عليها تقلب ممكن تقلب عليها غير غتسربي لابخوز لابخوز فين هي ديزون ديزون ولكن علاش وكيفاش تهنا قاعدة تحاول سميتو زون قلب عليها باش نقلبو عليها كنقلبو عليها بهاد لوتي لي هي غوشيرشي هي غوشيرشي وكتكتبو هنا ديجا درت كولي ودير اونتري وغادي يعطيك اي لي دوزون اي هي هادي اركيلو هنا حتى تري كور حتى هنا فوالا هي هادي هي و سيليكسيوني انت لقيتي بعد لو تكست نعاود الطريقه ديال البحث دونك لاباج 2 ديجا كان ديال لاباج 2 الى عندي الوقت باش نقلب عليها نلقاها سي بون كان 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 الصفحه فيها كثرت الكتابه وكثرت الجمل وكثرت التصاور وكثرت هادي يعني غادي نمشي للوقت باش تسربي كتسيليكسيوني هادي كتكوبيها كوبي كتجي لاباج 2 كتكليكي على اكوي وشيرشي البحث الا شفنا هادي كتدير هنا كتلقى هنا خاويه دير هنا كوبي كولي كولي دير اونتري دير اونتري فوالا
هي انتري تيقلب عليها او تيبقى هي مش واضحه الاخوان مزيتي البحث الو واش واضحه مزيتي البحث دابا لقيناها دابا اش غنديروا لها دي بلاسي غادي دي فو دي بلاسي فين هذاك لو تيكس هذا دو ابري لو تيكس فين هذا لو تيكس هذا اللي غادي نقلبوا على التيكس فين كاين دونك حضرنا لو تيكس ما عرفتش فين كاين لو تيكس دونك فو دي بلاسي بور دي بلاسي دونك غادي ندير هنا اكي هذا كوبي هذا المقص كوبي غادي تحيدت فين غادي نمشي انا نديها avant après le texte il don et don il porte c'est à voir si on peut le balayer mais dis le texte n'est pas chiant le final ou après ou après tu vois ce que tu as la page 2 ou la page 3 ou la page 4 dès que tu vas dire le texte recherche on va écrire bon don il porte il porte officiellement اي هو القرار هو كثير ما هو اي دونك ال بورت حتى ورا قال لك هنا ابري دونك هنا لتحت ابري وكدير كولي صافي واش واضحه مطاش تروح هنا غير تميتريزيو هنا لا فونكسيون ديال ريشيرشي صوالح الاخوان هنا بقى لينا واحد البروبليم هنا هي قبل ما ندير كوبي عفوا قبل ما ندير كوبي وندير كولي قبل ما ندير كولي عفوا قبل ما ندير كولي خصني نختار هنا قالك هنا مي سون مي زون فورم اوني تاليك ما خصوش تكتب هذه درت هنا كولي اش المشكل بقى داك ايطاليك باش ما بقاش داك ايطاليك ثاني كي هنا تنختار لي زوبسيون ديال كولي تنختار هنا كونسيرفي اونيكمون لو تيكست فوالا واش واضحه ولا نعاود الاخوان ابري اوسان نكتبوا لتحت ولا نكتبوا ابري لو بوين ابري 2011 ابري لو تيكست صافي واضحه واضحه Donc la dernière tâche, en page 2, d'ailleurs la page 2, je n'ai la page 2, donc la page 2, la page 1 est ici, la page 2 est ici, modifie les couleurs du smart, ah oui, smart, ou le diagramme, ou le smart, alors, il y a le BPL à râler, voilà, en page 10 couleurs, donc on va sélectionner, بحال الا سيليكسيون التصويره قبيلات ولا الجدول كتلاحظوا كيتبان كيبان هاد شوف كيبان هاد كرياسيون مع ميزون فورم فوالا مع كي كيتعرض راه كتمشي كيمشي بغا سيليكسيوني فوالا هاهي فوالا ابري كرياسيون هنا لي كولور شنو قالك هنا كولور كولور فيف دو ا 3 كنمشيو كولور وكنقلب على كولور فيف ا 3 le français ou couleur 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 réalité plage de couleur vive à 3 plage de couleur vive vive 2 à 3 voilà on va qu'on a changé le style avoir le style effet moyen effet discret effet moyen effet intense un effet moyen voilà je vois ça دونك لاطاش 4 واش واضحة ولا نعاود
الو واضحه استاذ شكرا واضحه استاذ الى ان وصلنا لهي ديال لو بروجي 13 سي لو ديرني بروجي دونك الى ما كاينش شي يدخل ماشي توضيح نكون الكلمة شكرا أستاذ بارك الله فيك شكرا محفظ أستاذ دونك ملي سالتي لي بروجي إلا ما كانش يدخل لا كان شي سميتو سي لو ديرني بروجي دونك عندنا 13 بروجي دابا بروجي 13 بروجي 13 اتولي لا 13 مشروع كاين كان 13 اتولي كيسميو هنا في 2016 لي بروجي مي سي نورمالمون سي لي اتولي دو لي اتولي براتيك دونك سي لو موديول لو موديول ديال وورد سي تيرميني دونك كملنا لا فورماسيون ديال لو موديول ديال وورد بور نيسيتي لو جروب ديال الفتره الصباحيه ديال يوم الاثنين اذا غادي نحاول ان شاء الله نوجدوا لكم العده ديال دوره التكوينيه ان شاء الله باش توجدوا مزيان الامتحان وخا قلنا سي لا ديرنيير سيونس ديال موديول وورد ولكن راه حنا في الجروب ديال الواتساب حنا في سميتو حنا على تواصل نلقى شي مشكل ولا شي حاجه ممكن تواصلوا معنا مرحبا بجميع التساؤل ديالكم جميع الملاحظات ديالكم دونك غادي نوجدوا في يعني في طور يعني الاعداد ديال واحد العده اللي غادي يكون فيها التصحيح ديال هاد لي بروجي كاملين وكاين فيه واحد سيميلاتور المحاكي لصح التعبير العربية سيميلاتور كيتسمى سيميلاتور سيميلاتور يعني تيحطكم في الحقيقة راكم في الامتحان يعني تيعطيك مثلا مجموعة ديال لي بروجي وتوقيتها هو كي تينقص العدد التنازلي وكتحاول انت يعني واش قدرتي تجاوب يعني بطريقة صحيحة في هاد المدة ديال 50 دقيقة ولا لا فاش كتفوت ديك 50 دقيقة كيتسد اوتوماتيكمون وكتعاود كتمرن نحاول نحطو فيهم هاد لي بروجي كاملين 13 بروجي مع التصحيح اللي لقى شي مشكل يكليك على لو بوطون كوركسيون يبان له التصحيح ديال لو بروجي التصحيح غادي يكون على الشكل اللي جاوريك يكون نوريك يكون المونتاج نوريك يكون ولا هو هذا هو هذا la correction. Donc là, vous dites combien est le projet montage en graphique montage. Voilà, ouais. Merci à vous comme d'abord la vidéo. واش نوريكم كيفاش غادي يكون التصحيح وهذا واش كيبان لكم واضح استاذ كيبان غتلقاو الفيديو على الشكل غتلقاو مثلا الماوس وورد 2016 كوريكسيون دو بروجي ان لاحظوا فوالا على الطاش الاولى لا بروميير طاش هو التصحيح كيفاش غادي يكون التصحيح هذا هو هذا كتحاول قبل ما تشوف تحاول تمرن تحاول تشوف واش تجاوب واش تقدر تجاوب واش لقيتي شي صعوبه ولا ميزون باج هذا لو برومي بروجي هذا تريي دونك تريي دونك كنقرا لو برودوي كان انا سولون لو برودوي On voit qu'il y en a, le texte est levé, c'est pas un nombre, c'est un texte. Par ordre de création, qu'est-ce dire oh, OK. Donc, c'est le projet, c'est la tâche 1. Après, qu'est-ce que la tâche 2 Voilà. Voilà.
دونك هذا بالنسبه لي البروبليم صحيح بحثي بيكونوا استاذ الزيكزامين قد يكونوا في حتى الاسبوع الاخر يعني واش يكونوا ما يقدرش يكونوا هذا الاسبوع استاذ لا لا ما مازال مازال في هذا مازال ماشي هذا الاسبوع بغيت نوريكم دابا السيميلاتور فين كيكون السيميلاتور بغيت نوريكم باش كيفاش غيكون السيميلاتور بريزونطاسيون ديال البروجي فوالا دونك فاش كنا في 2010 يعني في هو هذا انا هو السيميلاتور تيحطكم في ليكزامان يعني بحال راك في الامتحان هو هذا كتبها لكم ايه تيبان اسعد تيبان اسعد هذا فاش كنا في 2000 في موس 2010 فاش كنا في النيف دونك انا كدير اونتخي وكيعطيك انا التعليمات اثناء الامتحان الجواب ما ديرش اونغيستري الا ما كتفتح لكش الفيديو حاول تشارجي دونك انا 50 دقيقه كتحاول تكوبي بعدا دوك لي دوكيومون اللي عندك تحطك فحال الا راك في الامتحان فوالا كتكوبي هادو فا كدير سويفون ملي كدير سويفون لاحظوا كيعطيك لا طاش فوالا كيعطيك هاد لي طاش التوقيت لاحظوا التوقيت راه غادي وكتجاوب كتحاول بعدا تجاوب تحاول تيسي الجواب بعدا دير الجواب ديالك ربما يكون الجواب ديالك خاصو شويه ولكن يكون الجواب صحيح اكسيتيرا باش تاكد كتكليكي على كوريكسيون ملي كتكليكي على كوريكسيون غيتفتح واحد الفيديو كيدير التصحيح هو الفيديو كيجاوب اذا درنا هذيك اينوري استاذ هذيك اينوري يعني تي تي جل لا كيسيون حتى الاخر حتى ما تجاوبش على الاخر اييه هادو راه ما سميتو هادو ما غاديش يكونوا في 2016 هادو ما خدامينش دابا ما خدامينش في هاد السيميلاتور اي دابا هذا يا استاذ وغادي يكونوا كاينين غير طابليغ مع يكونوا في ليكزام فوالا اكزام انا تعرفوا هاد لي بوطا راه كاينين غير انيوري مع اي طابليغ وكان غادي 2010 غادي نحاولوا نوجدوا ديال 2016 اللي فيه التغييرات باش نشوفوا التوقيت راه غادي فوالا كتشوف تصحاب تي جات جاوب صافي كليكيتي تكليكي هنا و تدير سميتو دير عاوتاني سويفون واحد فاش غندير سويفون تفتح لي واحد الدوكيومون يخرج جديد تغرد وي الى الكونيكسيون في البلاطاش الاولى مثلا واش توقيت ولا خص ولا عاوتاني خص يعاود ميزاجيرو لا كي التوقيت غادي دونك سمي انك تعاد تشوف لا كوريكسيون باش حتى لا دوغي اللي كدير في البروجي ولا لا هيد انا كيحطك بحال راك في الامتحان محاكي تيحطك بحال في الامتحان باش دير انا ندرب مثلا ندرب نيست تولي مزيان واش غير الا كان ممكن تصيفطوا لينا زعما يكون عندنا شويه ديال الوقت يعني ما تعطلوش لا غادي نصيفطوا لكم في الوقت ان شاء الله غير تانا شكرا وكذا ديال 2010 غادي نحاول نوجدوا راه كان موجود دابا ديال 2016 المهم الا كان شي تدخل اخر سميتو ممكن هو اللقاء هسه غرض غير واحد التساؤل واش غادي يكون عندنا نفس المقص ديال الامتحان اللي تلقاو الدوره ولا على حسب المراكز ولا اكيد غادي يكون كل منطقه غادي يكون فيه قريب ليها على سميتو غادي يكون مراكز الامتحان مازال ما حددوش دابا ولكن في الغالب يعني في الدورات السابقه تيكون مراكز قرب لكل منطقه مثلا كل حوض مثلا فين جدال حوض مثلا رشيديه حوض مثلا الرساني ولا ارفود يعني تيديروا سميتو المهم مازال ما حدوش ولكن غالبا بهركات باش كيكونوا لي مراكز ديال الامتحان ايوا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ونتمنى لكم انكم استفدتوا شفتوا معنا التجربه ديال التكملات عن بعد ولا كان شي توضيح ولا شي حاجه ممكن تواصلوا معنا مرحبا راه كاين دابا نمره التليفون في الواتساب كاين الايميل كاين سميتو اي حاجه ولا اي حاجه خصكم يعني مرحبا بجميع التساؤلات ديالكم جميع الملاحظات ديالكم احنا راه الاشاره شكرا بزاف السي محمد انا غير عندي واحد الملاحظه ولا توجس واش هاد لي 13 بروجي اللي خدمنا الا كتعاودهم مزيان مثلا اليوم واش هما كافيين ولا خاص تقلب على حاجه اخرى لا تظن انه ديس 13 بروجي راه كافيين حيت فيهم جميع تقريبا
جميع الاسئله ولا جميع، ولكن ماشي بنفس الطريقه. مثلا غادي يكون مثلا ابليكي لو ستيل انفورمي اللي شفنا في هذا البول، ممكن يكون مثلا ابليكي لو ستيل مثلا اوستان ولا ستيل واحد ستيل اللي ما عمرك شفتيه، تعرف لا ميثود كيفاش فين غادي تلقى لي ستيل. شكرا، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. المهم الا كاين دوتر بروجي جداد ولا شي حاجه سميتو على حساب اونكور، غادي نحطو كلشي في السيميلاتور باش يكون عندكم كلشي، جميع جميع يعني الاسئله اللي كيتحطوا غادي يكون عندكم ان شاء الله. اوكي، ما كاينش شي تدخل ولا شي حاجه ممكن نعاود اللقاء. اذا ربما وصلنا لنهايه ديال اللقاء. شكرا لكم، شكرا على الحضور ديالكم القيم، ونتمنى لكم يعني التوفيق ان شاء الله، وفي فرصه اخرى ان شاء الله ونتمنى نتلاقاو يعني حضوريا ان شاء الله. ومرحبا كما قلت لكم مره اخرى، مرحبا بجميع التساؤلات ديالكم والملاحظات ديالكم بار واتساب ولا بار ايميل. اذا وصلنا لنهايه ديال الدورات التكوينية حول مكتبيه موس وورد موديل وورد. إذا خمس حصص دوزناها ونجلنا من خلالها 13 بروجي. أكيد اللي ما حرفتوش الوقت أنه شي مرات كان عنده شي غلط لأن شي حاجة ما حضرش، أكيد غادي توصلوا بالعدة ديال الدورة التكوينية باش تبريباريو مزيان. حتى إذا وصلتكم العدة وكان شي ملاحظة ممكن تواصلوا معنا. إذا شكرا لكم، تبارك الله عليكم.